بسم الله. لبيك لبيك، اطلب وتدلل يا بني. ابغى رز الدجاج بسرعه دحين. ابغاك تحقق امنيتي وتنزل لي اسرع سياره في العالم. ابوي كيف بتلحقه؟ صار صاروخ اشتغلها. لا صح، انحرف هنا دحين. ابوي معناك افك الدعسه الثانيه، انقلب 12 سلندر. بسم الله. ابوي اسمع، ابوك تلصق عنده عشان بنقز عليه انا. ولا تخاطر بنفسك يا ولدي، اخذ مطب وريحكم منه. ابوي لا تاخذ مطب، نبغى السياره احنا. بسرعة ابوي الحقوا جيبوا يم جيبوا يمبو يا عصابة عشرة. بسرعة ابوي بالله. ابوي قربني قربني ابوي قرب ابوي اصلا الجميع انت صار ايش هذا؟ ايش الصوت ده؟ بسم الله. ايش هذا؟ امي امي انت حجابك يا الله. امي امي وقفوا ابن اللذين. واخيرا يلا بوي اخر راجع عليهم مطاربه للصبح. طفي السياره طفي السياره ما تطفي السياره ما تطفي ما تطفي والله يا طفي. امشي 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 فك الباب. انا منين ابوي منين اخرج لكن ابو نفسه فك جوا البراد جوا البراد جوا البراد. اركب 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 صغيره ذي بطل كرافي. ابوي اركب ابوي هيا ابوي اركب عشان نهرب. يا عباس ايش هذه في الدور الارضي هذه؟ ايش ابوي والله فله يا ولد ايش حراره فيها؟ ابوي يقول لك السياره كل ما نزلت في الارض بوخ السفينه تجيك من تحت. كيف نشغلها الحين؟ كيف؟ ايش كيف تشتغل هذه يا ولد؟ هذه كيف تشتغل ابوي؟ ما في مفتاح ما في شيء هنا يا ولد. هذا كذا لا ابوي بوري ذا. ها كيف اجل ما نعرف هذا ابوي. شو ابوي شفته في الصوره ذي السياره؟ اضغط ذا الزر زر اي دق الزر خلينا نشغل. يلا اضغط على الفرامل الاول. يلا بسرعه فرمل له. يلا بسم الله. والله شغلت مره مرحيم. والله شغلت ابوي شغلت دوس زيها. يلا بسم الله اشغله. وش بوري ابوي هذه المساحات دقيقه شوف يمكن هنا شوف طالع ابوي ار ان دي هنا 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 هنا. يلا عشقلي طيب. يلا خليني اركب استنى. بسم الله اضغط فرامل اضغط فرامل ابويا فرمل هون. يلا يا ولدي عشقت يا ولدي. ايوه خلاص ابويا اسمع حشري ولا انا الله ترسل الله. اسمع الباكات يا ولد اسمع الباكات. امشي قدام السلام
ايوه معك خذني معك خذني معك اه في مو ابريقي ابريقي حبيبي ابريقي حبيبي كذب كذب خليك رجال خليك رجال خليك رجال خليك هنا والله ما انتقم منكم ما تعرفوا سلوا مدعي على الصب طلعت بسرعة الحقني الحقني سيارتي سرقت رجعها انا لست فاضيا لك ايها الدلخ المدلل يا ابوي ترى زودت ترى والله ما يصير ترى يا ابوي البزور عندهم مدارس والحرمة الحرمة والله قاعد يفرجني الحين اخاف منها انا ما يصير كذا اديني هرجي ايش في يا ابوي انا سويت كذا وجيبتك يعني لحقق لي امنيتي السيارة رجع لي بسرعة رجعها ابشر ساحضر لك السيارة بس والله العظيم بعد كذا تقعد تدقلق لاخر الليل بالبراد هذا والله لا افشخ راسك ابوه الحرمة من هذا الضارب معه ودي عند احد شيل عفشة بنت اللازينة تروح عند اهلها هذا ما تعرف تتفاهم بقر هذه يلا خذ السيارة انت غبي مجنون مخرف ايش بك انت جايب دركسون لعبة ايش ابغى ابو هذا ايش ابغى ابو اقول لك رجع لي السيارة انت حمار ام تستحمر جبت لك الدركسون يعني خلاص دبر نفسك يا ابوي والله ما ينفع الحرمة والله الحرمة تنادين خلاص يا ابوي يلا مع السلامة يقهرني يقهرني غبي اقول له رجع السياره جيب الدركسون ايش هو الدركسون يعني الدركسون ايش حيسوي لي ايش حيسوي لي الدركسون ده العب كده هي لف بي بين السعر ايش بيصير السياره تلف لحالها ايش يا عباس يا ولدي وريكم والله جننكم والله لا جننكم امي مقتله هي جاده عباس بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله الله تعال تعال مجنون تعال تعال لا ما أجد ما أجد يا جني تعال بسرعة ايش الشفط الأكسجين لا تستوني نفسك إنك نايم مشغول بسرعة أطلب منك طلب أخفي السيارة هي بسرعة الله يمتحنك والله عشان الحرمة بس اختف يا بنت الذين تعبني ايوه ها ها بس انا فين ابويا ايش فيه يوه تقوم امشي كيف كذا واجه الله جابك يا ولدي امشي اطلع ادعي اختفت السيارة اختفت الله جابك يا ولدي ابويا فينو السياره اختفت علينا الرياضيه هذيك اختفت كيف يا ابويا ما ادري ايش الهرجه انا بتجنن انا يا الله ابويا انا شفت معاه براد براد ايه براد براد الشاي والله احس في شيء البراد ده والله والله ما ادري اي شوف عبد السلام روح له روح له روح له خش عليه ابن اللذينة عشتونا يا اهل زينة انا اريحكم من الاخير عشانكم الحرمة لك العفشة اخفي اهلهم اربع على واحد والله غشت كله منك يا عبد السلام يفتخ ذا كابتن على امتحي شيطانك والله لا خد شوفي تمديس مدي صوت تمديس تدوب يا ورا حشرت اللي مع الدب ذا عبد السلام اخر عبد السلام ايش فيه ايش تبك برضك كمان برضك ايها الدب الغبي تتصارع مع اخوانك جوا داخل البرادة ايها الفنطل تبا لك سكلتك امك فك الباب ايش شايف حاجه ان شاء الله عالة مجنونه فاصله الضرب والله ايش فيهم طاش طاش طاش
مطاش مطاش. كيف يا ابن اللجينة؟ قرب لي ابوي قرب لي. قرب لا اهرس وريح انت يا ولد على نفسك. قرب لي ابوي بسرعة. يا ولد افشش من الدنيا حتى تنقز. استوب. والله عبد الرزاق بيتهور وينقز. ابوي روقنا خلنا في ساعة خير انت ايش بك؟ اقعد انا ارانا انا زواج ارانا خلفه انا زور. خالد شكلك مره غلط. ايش فيه يا ابو؟ والله شكلك غلط انت بالسياره دي حدك جمس و99 كمان. نتشبب يا ولد. ايه ونتشبب الحين شفنا كمان كده واحده صغيره اتزوجها. ايه والله ما حد يقبلك انت. نتشبب يا ابو. خلاص الجمس هذا روح اقبر وانا. انت هو تتشبب تتكبب كباب تصير كباب. هذا رايح يا ابو طلع له دحين ولا كيف؟ فك الباب فك الباب. كيف انا ما اعرف مو اعرف فك الباب الحبس كيف انا عايز اقول هنا خلاص من جد.